بنتك جميلة، اللي ريحة البرفيم بتاعها تشدك من على بعض. البنت الجميلة اللي بتقعد في البيت لبسها كله شفاف. البنت الجميلة اللي بتقعد تتباهى بجسمها كله قدام المراية. انتي مش عارفة مين اللي بيشوفك، انتي مش عارفة انتي اصلا موديه نفسك فين. اوعدك بقى ما تسمعي اللي حصل صاحبتنا النهاردة، ممكن تغير تفكيرك وتبطلي تتباهي قوي بجسمك قدام المراية. ويا ريت خلي بالكم عشان اللي حصل ده بجد، وصاحبتنا لحد دلوقتي بتعاني من اللي حصل. يلا بينا عشان ما طولش على حضرتك، يلا بينا اخواتي ونسمي الله. في شابة جميلة جدا لسه بتبدأ حياتها في الشباب، فرحانة بجسمها، فرحانة بجمالها، جميلة جدا فوق ما تخيل. بتحب تلبس اكتر الوقت لبس كلها شفاف في البيت، هاي كده بقى حملات وعريان. امها كل يوم تزعق لها تقول لها يا بنتي يا بنتي ما ينفعش كده، يا بنتي البسي حاجة، ويقوم الزعيق والشخط، والبنت تحبس نفسها في الأوضة وتعيط، وتقوم تاني بقى بنفس اللبس الجميل اللي هو تبان كل جسمها وترقص قدام المراية وتباهى وتقول بعدها جسمي حد يخبيه، انا جميلة انا مبسوطة. تقعد تزغرط وتسقف وتغني وترقص قدام المراية، وساعات كمان كان بتقلع هدومها كلها قدام المراية وبتفضل ترقص يا عريانة. لكن ما تعرفش بقى ان المراية دي بوابة العالم تاني خالص، في حد اصلا بيتفرج على حضرتك وانت قاعدة كده، في حد بيتفرج على الجمال اللي حضرتك بتتباهي بيه قوي كده. عدى اليوم، ام نهلة خايفة على بنتها، قلقانة على البنت اللي تضيع منها. لحد ما الليل دخل على البنت وهي لسه قاعدة على السرير باللبس الشفاف قدام المراية، ومش عايز يطلع حتى لامها عشان يتصالحوا. لكن وهي قاعدة كده بتدندن، حست بإيد بتطبطب عليها، وحست بصوت رفيع خالص حد بيقول لها معلش تزعليش. قامت كده تجري كده من على السرير واتطربت، لكن ما كملتش ثواني وقعدت تاني كل هدوء وبرود. اكيد انت طبعا مش بني ادم، اكيد انت عالم الجن مثلا، مفروض بقى تطلع تجري واقول يا لهوي الحقوني انا مش خايفه منك. يمكن تكون احن بقى من اللي عماله بره تزعقلي دي، احن اصلا من اهلي اللي مش عاجبهم جسمي وجمالي. يمكن تحقق لي بقى كل طلباتي واحلامي وابقى غنيه ومبسوطه واعيش حياتي واتفسح واخرج. انا زهقانه من الحبسه دي. سمعت صوت ضحك والتانيه انا عايزه اشوفك انا مش خايفه منك، والضحك عامل زي الهمسات، صوت رفيع خالص. حست ليها دايخة ونامت، بس حلمت بشاب ولا حلو ولا وحش، عمالة تحلم اللي حد بيعكسها. نفس الوقت شافت واحد شكله وحش قوي، في نفس الوقت شايفه واحد شكله جميل جدا. عدى اليوم على الاحلام دي، وصحيت الصبح بدري
قال زي امها اللي بتخبط على الباب الأوضة عشان تصحى تفطر. قوم يا بنتي. لكن الأم مش عاجبها حتى أصلا اللي بنتها نايمة على السرير والسير قدام المراية وقاعدة تقريبا جسمها كله باين عريانة. الأم خايفة على بنتها، عارفة إن ممكن حد يعشقها، ممكن حد يتهجم عليها أو تبقاش بنت في عز شبابها ويضيع مستقبلها. وقامت تاني الخناقة بين الاتنين، الأم والبنت. الأم عشان خايفة على البنت، والبنت مش فارق معاها ومش عاجبها كلام أمها، لسه صغيرة ومتعرفش ايه اللي هيحصل لها. وقامت نالة تفطر عادي جدا معاهم وهي قرفانة، وعمالة كل شوية تقول يوه ايه القرف ده، ايه الزهق ده، ايه الملل اللي احنا فيه ده. زهيق وشخط، مش عاجبها اي حاجه، مش عاجبها حالها، حتى امها خايفه عليها، بس هي متخيله اللي ده تأمير امها بتأمر عليها ليه متعرفش. امها الفتر خلص، فتروا مع بعض خلاص، دخلتها تاني، فضلت قاعده تتمنى اليوم يخلص وتشوف ايه اللي هيحصل عشان تنده الاستاذ يظهر لها. اول ما المغرب اذن، استاذة قعدت كله في الاوضه لوحدها غرض دمى كانها راحت تقابل حد، بس مش تلبس لبس خروج، لا لبس قميص وروب جميل جدا شفاف جدا. قعدت قدام المرايه، انت اللي كنت معايا، قعد تنده عليه، حس بنفس الايد، نفس الصوت الرفيع، نفس الضحكة الرفيعة اللئيمة اللي كلها شر وخبز. انا عايز اشوفك. قال لها مش هتخافي مني؟ مش هتخافي من شكلي؟ قالت له شكلك وحش قوي. قال لها فوق ما تخيلي. سكتك كده. قال لها اطلب خلاص، اظهر بشكل انس بني ادم، سيكون جميل جدا. وفعلا ظهر لها بشكل شاب وسيم جدا، عنده حوالي 30 سنة، شاب جميل. قالت له ما انت شكلك حلوة. لا لا انا سألتك. اختفى. قالت له خلاص خلاص مش اظهر تاني لو سمحت. لا الدخان كده خفيف بدا يزيد وتشكل تاني على صوره شخص، نفس الشخص بس في المرايه وراها صوره شخص تاني خالص. قال لها بصي كده وراكي. بصت في المرايه لقت واحد مخيف، صوت تاني خالص مخيف، تخاف اصلا تبص. قالت لا خلينا هنا براحتك، انا بس كان لازم اوريكي اللي قررتيه بمزاجك، مينفعش ترجعي عنه بمزاجك. قالت له يعني ايه انت ممكن تأذيني؟ قال لها على حسب، فكرتي بقى تبعدي، تخلصي مني، تفكري في غيري، هتشوفي اللي شفتيه في المراية يمكن اوحش. لكن طول ما انت مطيعة وعايز تفرحي بشبابك وجمالك والفسح اللي انت عايزاها، ماشي هتشوفيني قدامك كده، الشاب الجميل اللي قاعد قدامك ده، انت واختيارك وانت ودماغك وبراحتك. سكتت. انا موافقه نكون مع بعض، انا عايز اعيش اجمل قصه حب في الدنيا كلها. فضلوا يضحكوا مع بعض، مش عارفه يا رايحه فين. اليوم عدى على الضحك الجميل، واليوم التاني يعدي والتالت يعدي، والشهور تعدي هما مع بعض
الاتنين في نفس الصوت قالوا لبعض: تتجوزيني؟ انت كمان تتجوزني؟ ماشي. وافقوا على الجواز. قال لها: نتفق. خيانة، هتشوفي حاجة تانية خالص. تفكري اصلا في بني جنسك، هتشوفي حاجة تانية خالص. تفكري انك ممكن تخلصي في يوم من الايام مني، هتشوفي حاجة تانية خالص. كل اللي فاتكم واللي جايكم تاني خالص. قالت له: ماشي انا موافقة. وفعلا تم الجواز، واهلها ما يعرفوش. قعدوا مع بعض فترة، شهر واتنين وتلاتة. امها تلاحظ ليها دايما حبس نفسها في الاوضة وتسألها: انا عايز ابقى لوحدي، كل علشانها عايز تبقى لوحدها وبس. لكن طبعا مستنيه الاستاذ جوزها اللي هما المفروض بيحبوا بعض، متعرفش هي رايحه فين. لكن في يوم نهل حست بتعب، اتصلت بصاحبة عمرها وراحت تكشف. راحت تكشف بطنها، ما عندهاش اي حاجه خالص. بس الدكتور نصحها ان في الم جاي من عند الرحم. روح تكشف نسا. وراحت هي وصاحبتها. دكتور بتاع النسا كشف عليها، لها لسه بنت. بس المشكله الاكبر ان في حاجه بتحرك في بطنها وفي الرحم. هي بتفكر وعارفة ايه، بس ده هي لسه بنت، ازاي هي متخيلة اصلا اللي هي بقت مدام. لكن صاحبتها مصدومة، مش عارفة ايه اللي بيحصل، ازاي بنت وازاي في الرحم في حاجة بتحرك. قال لها: احنا هنعمل شوية اشعاعات كده وتحاليل عشان نعرف في ايه. وفعلا قضى اليوم كله عند الدكتور بالاشعاعات بقى والتحاليل والسونار، حاجات كتير قوي ومناظير. بس هي بنت، خايفين تبقى مدام فضح. لكن الاشعة وكل حاجة تحامل. ازاي دكتور نفسه خاف؟ ازاي انت حامل وازاي انت بنت في وقت واحد؟ بس الاشعة بتكدبش والتحاليل ما بتكدبش، انت حامل بس انت لسه انسة، مش فاهم حاجة يا بنتي، ربنا معاكي. صاحبتها اللي اتصدمت، بس مهلا لا اتصدمتش، خبت كل حاجة. قالت صاحبتها مش تفتن عليها، روحت البيت حتى ما كلمتش مع اهلها. دخلت الاوضة منتظرة بقى الليل يخش عليها عشان تنده الاستاذ وتحكي له كل اللي حصل. بس قبل ما تحكي له قال لها: انا عارف كل حاجة، ما تخافيش، انت حامل في ولد ابننا، محدش هيشوفه، بطنك مش هتبان. قالت له: بجد؟ لا اه. قالت له: بس لو بقى تبقى فضيحة اهلي هيلاحظوا عليا. اهلي اصلا بدأوا يسألوني يعني ليه حبسة نفسي، بدأوا يلاحظوا التغيير اللي انا فيه، جسمي نفسه بدأ يتغير، شكله بدأ يتغير من ست بدل ما كنت بنت. طمنا او ضحك عليها. لكن مع الايام البطن بدأت تظهر، والام بدأت تلاحظ وتسألها: مالك يا بنت؟ تقول لها: لا انا تعبانة شوية. مالك يا حبيبتي تعبانة شوية؟ انها اتصلت بقى بصاحبتها بشوف حل، عايز تروح لأي كده دكتور تحت السلم عشان يعمل لها عملية جهاض وتخلص. لكن لما راحت الدكتور بتاع الجهاض لقى الاستاذة حاجة تانية خالص. الدكتور نفسه خاف، قال لها: انتي حامل
بس ازاي انت انسة وحامل؟ مش مشكلة انت حرة بقى، انت عملتي ترقيع بقى اللي عملتي، انت حرة في نفسك. بس الجنين شكله غريب قوي في بطنك، شوفي كده. قعدوا يتفرجوا على الجنين في بطنها، شكله غريب قوي، ايديه طويلة كده وراسه طويلة ورجله طويلة، مش زي اي بني ادم عادي. لأ تحس كده انه متشوه، كأنها لها طلعت تجري على البيت عشان تقول لجوزها، وأهلها موافق بس ده عايش انت كده هتموتيه. قالت له خلاص، عايزني انا وابنك، خدني المكان محدش يعرفني فيه. سيب كده وقال لها اعملي في مصلحتك. نالة راحت تاني يوم عملت العملية، شافت الجنين كان شكله بشع فظيع جدا، حمت ربها ان اتخلصت منه وراحت على بيتها عاشت حياتها. لكن بعد 3 سنين حصل لها مشاكل كتير في حياتها، مشاكل تخوف بجد. اي حد بتحبه كان بيموت. صاحبتها الجميلة اللي كانت بتخاف عليها كانت في حادثة، ابوها رجع من الشغل حصل له مشاكل وما شافش قدامه، العربية خبطته. امها بقت قاعدة مريضة في البيت، حياتها اتدمرت بعد 3 سنين رغم انه ما اذاش في وقتها، بقت لوحدها في الدنيا مفيش حد بيسأل عليها. الاخ ظهر لها تاني، لكن المرة دي امها شافت كل حاجة. انت قتلت ابني، انت اصلا كنت عايز تفضحني وسبتني. قال لها انا اعمل لك ايه واديكي فين يعني، اخدك عندنا مثلا يقولك جوازت انسية انت مجنونة؟ انا اتمتعت بجسمك شوية، انت خلاص دلوقتي قربتي بشكلك وحش، انا خلاص قرفت منك. الجن بيقول لها كده، قرف منها او شبع من جسمها، ما عرف كل حاجة. اللي بنتها كانت بتنام مع الاخ، جابت عيل اجارت نفسها، بقت شكلها وحش قوي قدام ابنها، قصدي قدام امها. وسابها. كل حاجة عدت بالايام، لان اصلا امها ما عادش لها اي قدرة خالص انها تمشي، حتى قاعدة مريضة. الأستاذة جالها عريس، سبحان الله جوازة العريس. من حظها الحلو ان التاني سابها بنت. ازاي امها تقول لها ازاي؟ قال لها ماما ما هي عملت عملية ترقية تاني، ما قاعدة محصورة وهي مريضة. قالت لها يا بنتي ياما نصحتك، ياما نصحتك، هو ده اللي كنت خايفة عليه، كنت خايفة عليكي منه يا بنتي. فضلوا الاتنين عيطوا، هي بتعاد على حظها في نفس الوقت خلاص العريس. ماشي مبروك يا بنتي، وتم الفرح والعريس ما يعرفش اي حاجة طبعا. عاشوا مع بعض شهور وسنين، وفي عيد ميلاد جوازها لقت الباب بتاع الشقة بيخبط، راحت تفتح لقت شاب لابس خوذة بيقول لها عايزك في موضوع يا مدام. استغربت انه يعرفها، كانتش لسه جوزها رجع من الشغل، وبمناسبة دي جابت عيل جميل جدا
شكله حلو قوي. لكن الاخ ده ادالها ورقة مكتوب فيها تقرير دكتورة بعد عملت لجواده، وبعدها كاتب ان ابنك ابن الشيطان، وشاف الخوذة من على راسه وبصت على وشه، كان شكله يخوف، عيونه بارزة البرة قوي، بشرته بيضة شفافة. يا نهار ابيض، خد صوت صوتت كده واغمى عليها، وفقت لقيته لسه جنبها. ده الاستاذ اللي كان جوزها رجع تاني، بس المرة دي خطفها وداها المكان بعيد. لقيت ناس عاملة زي المحكمة، زهق كتير وكلام كتير مش فاهم منه حاجة. المهم اتحكم انه يسيبها في حالها، وفعلا فاقت لقيت نفسها في مستشفى، وان لقوها في شقة وفي حروق خفيفة جدا، لان كانت في اوضة بعيدة عن جوزها وولادها. بعد كام يوم وراح بقت الاجروح على جسمها وتصرخ وجالها حالات صرع، ومت قالت لها لازم تروح الشيخ يعرف ايه فيكي. راحت فعلا وقالت انها ممسوسة 5 عشائر من الجن، يعني صعب جدا خروجهم. بعد لف على الشيوخ كتير راحت لدجال وقال لها محتاجين نعمل زار وجلسات لحد ما نخفي كل حاجة. بعد 10 جلسات مفيش فايدة، تبع معاها حرق صابعها وضربها بالكرابيك لحد ما في جلسة وهي قاعدة على الكرسي ترفع بيها على الأرض ولف وقت رسخها تحت ورجلها هي اللي فوق. الدجال فضل الكلام كلام كتير قوي كأنه بيتخانق مع حد. الكرسي بيلف هي بمنشقلوب، رجلها هي اللي فوق ودماغها هي اللي تحت، ووقت على دماغها جالها نزيف داخلي وللأسف ماتت وانتهت حكايتها. وابنها الجميل ده اللي طلع اصلا مش بني ادم كمان، كان بيظهر كتير للبنات بصورة مخيفة جدا، وعمل نفس تجربة ابوه، لان ابوه كان من الجن العاش اللي بيحب يستلذ بجسم البنات، وبقى ابنه زيه بيضحك على البنات وفي الاخر يخلوهم ينتحروا لما الجنون. عرفتي صاحبتي واختي اللي انتي بتقفوا قدام المراية تتباهي بجسمك تقول محدش شايفني، الجو حر انا مش طايقة هدومي، ممكن يحصل معاكي زي ما حصل كده بالظبط، تبقى عايشة اصلا انت مش عارفة انت فين ولا ايه اللي بيحصل، عشان بس زعلانة مع امك وابوك او زعلانة مع جوزك او خطيبك او اي حد يطبطب عليك تقول له طب وماله. لا يطبطب ده مش ببلاش، اول ما ياخد اللي هو عايزه هيزهق منك، حاجة من الاتنين تنتحري يا تتجني. مغامرة دي حصلت وما لسه عايشة المريضة، هي مريضة ربنا يشفيها يا رب، بس لسه عايشة كل يوم بتحصل على بنتها، كان نفسي حد يصدقها. ربنا يرحم بنتها وربنا يشفيها. استنونا بقى ومغامرة جديدة مع قناتكم قناة قصص عماد. السلام عليكم.